المشاهدين عبر فضائيات نورسات وتلفزيون تيليلومير. بمناسبة قرب عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، يتقدم مكتب فضائيات نورسات في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلاً بمديرته الدكتورة باسمة السمعان والزملاء العاملين بأسمى التهاني وأجمل التبريكات، ضارعين بصلواتنا للعلي القدير بأن يديم الأمن والأمانة على بلدنا الحبيب، وأن يرحم شهداء غزة والأرض المقدسة، وأن يجعل السنة الجديدة سنة خير وسلام على الجميع. والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس: لنفكر في عيد الميلاد لهذا العام في الأرض المقدسة. بطاركة ورؤساء الكنائس يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة. بطريركية الرومي بالقدس تدين استهداف الاحتلال للكنائس والمؤسسات الدينية في غزة. لجنة الكنائس في العالم تدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق العدالة. جمعية الشبان المسيحية في غزة تتعرض لقصف إسرائيلي وسقوط شهداء. وفيها أيضاً المغفرة والمصالحة في زمن الميلاد في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في مقابلته العامة مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس، قال قداسة البابا فرانسيس: يمتد الفكر إلى سكان الأرض المقدسة التي ولد وعاش ومات فيها يسوع، وأضاف: نحن نعلم ما هو الوضع بسبب الحرب والصراع المستمر منذ عقود، لذا يجب أن نعيش هذا المشهد في تضامن مع هؤلاء الأخوة والأخوات الذين يتألمون كثيرا. حيث سيكون عيد الميلاد لهذا العام عيد ألم وحداد بدون حجاج وبدون احتفالات، ولنكن قريبين منهم بالصلاة والمساعدة الملموسة من أجل السلام. هذا ومع قرب السنة الميلادية الجديدة، وجه الأب الأقدس رسالة إلى قادة وشعوب العالم لكي ينشروا السلام بينهم، وقال: إن قضية الأخوة الإنسانية والسلام هي مسؤولية العائلة البشرية بأسرها، وإن السلام في الواقع هو ثمرة العلاقات التي تعترف بالآخر. وصلاتي في بداية العام الجديد أن يساهم الجميع في وضع حد للحروب والصراعات والتخفيف من أشكال الألم التي تعاني منها العائلة البشرية، وليتمكن المؤمنون من مختلف الديانات أن يتعاونوا لمواجهة التحديات ويسلموا الأجيال القادمة عالماً أكثر تضامناً وعدالة وسلاماً. في لقاء عقد في بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية، اجتمع بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس مع السفراء والقناصل العامين وممثلي البعثات الدبلوماسية للتباحث في قضايا التصدي للتحديات التي تواجهها الأراضي المقدسة مع اقتراب موسم عيد الميلاد المجيد. وخلال اللقاء حث غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث على وقف إطلاق النار في غزة، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين الأبرياء والمؤسسات الدينية والمدنية التي يلجؤون إليها، بما في ذلك دور العبادة من مساجد وكنائس. وعبر غبطته عن تخوفه إزاء التحديات التي يواجهها المسيحيون في الأراضي المقدسة، مشدداً على أهمية الحفاظ على الأحياء المسيحية لضمان تعايش سلمي للجميع، كما أعرب عن تمنياته بعودة سريعة للهدوء والاستقرار من خلال وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة. ومن جهته تحدث غبطة الكاردينال بيير باتيسيا باتسابالا على الظروف المأساوية في غزة، مشدداً على أهمية دعم المدنيين في القطاع المحاصر. كما ناقش رؤساء الكنائس الضغوط التي تواجهها كنائسهم لتغيير مناهجها إلى منهاج إسرائيلي، وقضية الضرائب البلدية الإسرائيلية على ممتلكات الكنائس. مع استمرار الحرب على غزة وفي الوقت الذي تستعد فيه الكنيسة لميلاد ملك السلام، يعيش المسيحيون في القطاع بوضع غير مستقر، حيث يطلب الجيش الإسرائيلي منهم على الدوام إخلاء الكنائس التي يحتمون بها والتحرك منها إلى أماكن غير آمنة. وكان قد استشهد 6 أشخاص ووقوع عشرات الإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف مقر جمعية الشبان المسيحية لإيواء النازحين وسط غزة. كما اغتال قناص من الجيش الإسرائيلي 2 مسيحيتين داخل رعية العائلة المقدسة في غزة، والتي لجأت غالبية العائلات المسيحية إليها منذ بداية الحرب. واستهدف صاروخ كذلك أطلق من دبابة إسرائيلية دير راهبات الأم تريزا مرسلات المحبة، الذي يؤوي أكثر من 54 شخصا من ذوي الإعاقة. كما قامت قوات الاحتلال بتدمير خزانات الوقود والمياه في الدير والمولد الكهربائي الذي يشكل المصدر الوحيد للطاقة، فضلا عن إلحاق أضرار بالدير نتيجة استهدافه بصاروخين أطلقتهما دبابة إسرائيلية
وجعلته غير صالح للإيواء. في موازاة ذلك، أدانت بطريركية الروم الأرثوذكس استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للكنائس والمؤسسات الدينية في قطاع غزة. وأكدت البطريركية في بيان أن هجوم قوات الاحتلال على كنيسة العائلة المقدسة في قطاع غزة عمل إجرامي بشع يستهدف المدنيين الأبرياء. ولفتت إلى أن القصف والقنص العشوائي داخل وفي محيط الملاجئ التي تحتضن المدنيين الأبرياء أدى إلى استشهاد عدد كبير من الأطفال والنساء في قطاع غزة منذ بداية العدوان. وطالبت بطريركية الروم بوقف استهداف الاحتلال للأماكن المحمية بموجب القوانين والمواثيق الدولية، بما في ذلك الكنائس والمساجد والمستشفيات وغيرها من الأماكن التي تعتبر ملاجئ للمدنيين. وشددت البطريركية على أنها ستستمر بالقيام بدورها الإنساني والأخلاقي بإيواء جميع المدنيين في كنائسها والمؤسسات التابعة لها في غزة. بكل مشاعر الأسى يستقبل المسيحيون في الأردن وفلسطين عيد الميلاد المجيد هذا العام بألم وحزن شديدين، حيث يواجه أهالي قطاع غزة هذه الأيام أبشع عدوان وحشي ضد الشعب الفلسطيني على أرضه، عدوان يهدف لإبادة جماعية وتطهير عرقي لشعب أعزل في القطاع تحرق فيه الآلة العسكرية الإسرائيلية البشر والشجر والحجر. ويؤكد أهلنا في الأراضي المقدسة وقوفهم جنبا إلى جنب مع الأشقاء في القطاع لما يواجهون من قتل وتشريد وتدمير لممتلكاتهم، مستنكرين بأشد العبارات الممارسات الوحشية البربرية على أهالي غزة وما يتعرضون له من سفك للدماء وتنكيل بالمدنيين ونسف للمباني المدنية والمدارس والمستشفيات والكنائس والمساجد. في الوقت الذي يلتزم فيه المجتمع الدولي الصمت منذ أول يوم من بدء العدوان على غزة وباقي المدن الفلسطينية، وكان مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وفلسطين قد أعلنوا إلغاء جميع فعاليات وأنشطة مظاهر الاحتفال بعيد الميلاد المجيد لهذا العام احتراماً للضحايا البريئة ولدماء الشهداء الزكية في غزة وعموم فلسطين، مع اقتصار الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد على الصلوات والطقوس الكنسية. استضاف برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على صفحة فيسبوك نور سات الأردن سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن، وذلك في حلقة جديدة بعنوان كيف نعيش الميلاد، حيث تحدث سيادته عن قصة الميلاد التي تبدأ أولا بالاستعداد للصلاة والتأمل والعيش الروحاني من خلال تنقية القلب وتطهيره عبر المصالحة، مشيرا سيادته إلى ضرورة أن تصحب الميلاد مبادرات إنسانية تتجسد فيها أعمال الرحمة. كما تطرق المطران خضر إلى أوضاع الكنيسة في غزة ودورها في تقديم العون لمن يحتمي فيها. إلى الحوار. سيدنا، عنوان هذه الحلقة كيف نعيش الميلاد؟ أولا، فترة الاستعداد هي فترة للصلاة، فترة للتأمل، وفترة حتى نعيش في روحانية هذا الزمن، زمن الانتظار. بيكون مناسب دائما نرجع للكتاب المقدس ونرجع لقصة الميلاد بكل بساطتها ولكن بكل عمقها، إنه هذا الحدث، هذا الميلاد، هذا التجسد الذي انتظرته البشرية من آلاف السنين يحدث في الليل، في الظلمة، في قرية صغيرة، في مغارة وفي مذود بواسطة طفل صغير. هنالك طريقة لله وطريقة للبشر، طريقة تفكير. احنا عادة نريد تدخل عظيم لله بمعجزات وآيات، والله يتدخل، يدخل إلى البشرية بواسطة مريم العذراء، هذه الصبية من الناصرة، بواسطة طفل ولد، حتى أهل بيت لحم ما كانوش عارفين عنه، ولد في مكان مخصص للفقراء، إن كان بيت للفقراء أو إن كان مغارة للحيوانات، هو مكان سكن لأفقر الفقراء ولم يكن له مكان في المضافة. وفي مقابل تسليط الأضواء في الإنجيل المقدس على عظماء ذلك الزمن من ناحية أغسطس قيصر الذي يصدر الأوامر، نعم، هيرودس الملك وعظماء القدس إلى آخره، بطل القصة لنقولها بهذه الطريقة هو هذا الطفل الذي يولد في بيت لحم بكل فقره وبكل ضعفه البشري. بهذه الطريقة ولد المسيح، هو المخلص، هو ابن الله،
هو الكلمة الذي تجسد، هو الله معنا، عمانوئيل هذا الاسم الذي يعطى. وفي مقدمة إنجيل القديس يوحنا، والكلمة صار جسدا وسكن بيننا بواسطة هذا الطفل. فإحنا ما بنحتفل بعيد ميلاد السيد المسيح ولا بحدث نعطي بعض المشاعر الرومانسية للطفل يولد، لا، ولكن هذا هو حدث للخلاص، الله الذي يرسل ابنه لكي يسكن بيننا، لكي يعيش معنا، حتى يختبر حياتنا ويشاركنا في فقرنا، يشاركنا في صعوباتنا، يشاركنا في ألمنا، يشاركنا في معاناتنا اليومية، حتى يقدر أن يخلصنا منها كلها. لذلك هو شاركنا، كان شبيها بنا في كل شيء، عاش مثلنا، شبيها بنا في كل شيء ما عدا الخطيئة. فهذا هو سر التجسد، هذا هو سر الميلاد العظيم الذي نحتفل به في صورة طفل يولد في مغارة. ناشد رئيس لجنة الكنائس والمؤسسات المسيحية في العالم الدكتور رمزي خوري في رسالة وجهها إلى قادة ورؤساء الكنائس وممثلي المؤسسات المسيحية حول العالم، التحرك من أجل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار في غزة وتحقيق العدالة. وقال خوري بمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد: إن الواقع الصعب الذي يواجهه الفلسطينيون نتيجة الحرب مؤلم جدا بسبب الإبادة الجماعية التي يتعرضون لها كل يوم، وخاصة الأطفال والنساء، مشددا على ضرورة وجود حل عادل يحقق أمن واستقرار الشعب الفلسطيني ويمنحه حقوقه المشروعة كافة. ولفت الدكتور خوري إلى قرار رؤساء وبطاركة القدس بإلغاء احتفالات عيد الميلاد في مدينة بيت لحم هذا العام، وعدم إضاءة شجرة الميلاد واقتصار الاحتفالات على الشعائر الدينية، مشيرا في رسالته إلى استهداف الطيران الإسرائيلي للمؤسسات المسيحية والإسلامية ودور العبادة في غزة وقصف المستشفيات والمدارس والجمعيات والمراكز الثقافية والمجتمعية. أدى 13 محاميا ومحامية ممن تم قبولهم للإجازة والمزاولة لدى المحكمة الكنسية اللاتينية القسم أمام غبطة الكاردينال بير باتيسيا باتسابالا بطريرك القدس للاتين، وذلك في كنيسة الراعي الصالح بمركز سيدة السلام بعمان، بحضور سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن وعدد من منتسبي جهاز القضاء في مطرانية اللاتين وممثلين من الكنائس المختلفة والعاملين في المحكمة الكنسية وأصدقائي وأزواج المحامين والمحاميات. وفي كلمة له رحب الكاردينال باتسابالا بالسادة المحامين مثمنا دور مهنة المحاماة في إظهار الحقيقة ونشر العدالة، متمنيا لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية التي تصب في خدمة الكنيسة وتحقيق العدل بين الناس والوئام بين الأسر. وبعد أداء القسم قام غبطة البطريرك بتسليم المحامين شهادات المزاولة. وفي ختام الحفل تقبل المحامون الجدد التهاني من الحضور، هذا وقد تشكلت رتبة أداء القسم القانوني من 3 فئات، حيث يتقدم أداء القسم رئيس المحكمة الكنسية اللاتينية الأب الدكتور أكثم حجازين الذي كان قد أدى سابقاً القسم القانوني أمام الكاردينال باتسابالا بممارسة مهامه بأمانة وأخلاص. تلاه موظفو محكمتي البداية والاستئناف، وهم الأساتذة رامي حدادين، فؤاد حجازين، منصور ريحاني، وإناس حدادين. ثم تقدم المحامون الجدد لأداء القسم القانوني، وهم الأساتذة أديب حواتمة، خلدون صلايطة، رائد عمارين، رولا حنضل، زهير بطارسة، سهى عناب، طارق حجازين، فرات حمارنة، لينا خضر، ناظم نعمة، ندى الور، هيثم عريفج، ويعقوب الفار. خلال زيارته لليونان شارك سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس والوفد المرافق النشاط السياحي الأردني في جامعة أرسطوطاليس، حيث أكد سيادته خلال لقائه مع طلبة الجامعة أن الأردن واحة أمن وسلام في المنطقة، كما تحدث عن تحديات الوجود المسيحي وضرورة بقائهم في بلادهم المقدسة. وشرح عضو الوفد أمين عام وزارة السياحة والأثار عماد حجازين أهمية دور الأردن في السياحة العربية. تلاه المهندس رستم مكجيان الذي أوضح للطلبة أهمية المغطس كموقع سياحي ديني مقدس، لافتا لأهمية زيارته والتبرك منه. وخلال الزيارة التقى المطران خريستوفوروس مطران سالونيك ورئيس أساقفة أثينا ورئيس أساقفة كريت والسكرتير العام لوزارة الأديان اليوناني،
حيث بحث معهم سبل توطيد العلاقة مع البطريركية الأورشليمية وبالأخص الكنيسة في الأردن. وفي ختام اللقاءات التي شارك بها عدد من آباء الكهنة المرافقين لسيادته، تضرع الجميع لأن يعم السلام العالم أجمع وأن تتوقف الحرب على قطاع غزة. أضاء سيادة المطران جمال خضر مطران اللاتين في الأردن شمعة الأحد الثالث للمجيء، وذلك في رعية القديس ميخائيل اللاتين في بلدة سماكية الواقعة في محافظة الكرك جنوب المملكة. جاء ذلك خلال القداس الإلهي الذي ترأسه سيادته والأب خالد جمو راعي الكنيسة والشماس الإنجيلي زعل حجزين والأخوات الراهبات، بحضور جمع من أبناء الرعية في المنطقة. وبعد القداس التقى المطران خضر المؤمنين في ديوان الرعية وتم التقاط الصور التذكارية بمناسبة هذه الزيارة. وفي كنيسة مار شربل بعمان وعلنية السلام في الأراضي المقدسة والأردن ولبنان والعالم، ترأس الأب جوزيف السويد راعي الكنيسة المارونية في الأردن قداسا إلهيا بحضور رئيس الأساقفة جوفاني دالتوزو، سفير الكرسي الرسولي في الأردن والسفير اللبناني السيد يوسف رجي وعددا من الشخصيات الدينية والرسمية والإعلامية وجمع من المدعوين وأبناء الرعية الذين شاركوا جميعا في الذبيحة الإلهية. وفي عدة القداس تحدث الأب السويد عن قصة البار يوسف ودفاعه عن أمنا البتول بعد انتشار خبر حملها بالطفل يسوع، وذلك لإيمانه العميق بأن هذا المولود سيخلص شعبه من خطاياهم. فكان يوسف أمينا للناموس ومدافعا عن والدة الإله حتى لا تتعرض للعار العلني. وفي ختام القداس دعا الأب جوزيف السويد إلى رفع الصلاة على نية خلاص غزة والأرض المقدسة من الحرب التي تهدد الأمن والسلام في المنطقة. لا تخف يا يوسف، الآب سيظللك ويعضدك، الروح سوف يقويك، وستطفئ العذراء قلبك حتى تتحمل الخبر وتصبح أبا كما أصبحت العذراء أما، فلا تخف. نعم، في عز غفوته طمأنه الملاك وملأ قلبه سلاما. أيها الإخوة والأخوات في المسيح، لقد فرض الملاك جبرائيل صمتاً معبراً على زكريا الكاهن لمدة 9 أشهر كي يفتح قلبه للآية، وقد صمت هو يسوع الكلمة 9 أشهر أيضاً في بطن مريم. يا له صمتاً طويلاً مدوياً لمن كان صوته رعداً مدوياً. وقد اجتاح الصمت أيضاً المقدس، الصمت المقدس يوسف، ولما استفاق من نومه فعل كما أمره ملاك الرب كما ورد في الإنجيل. مريم قالت كلمة واحدة فليكن، فأضحت بكلمتها تلك سفارة للملك الإلهي وأرضاً مخصصة للسماء. لقد أهدت العذراء قلبها وجسدها للخطة الإلهية، وكما قالت مريم للملاك فليكن وتم التجسد، قال يوسف للملاك أيضا فليكن. تحت رعاية الإرشمندريت أثناسيوس قاقيش، أقامت كنيسة القديس جوارجيوس في عنجرة شمال المملكة أمسيتها السنوية تحت عنوان وعلى الأرض السلام، وذلك بمناسبة عيد ميلاد ملك السلام التي أحيتها جوقة القديس جوارجيوس بقيادة الأب يوحنا حداد راعي الكنيسة، مع رسيتال أناشيد قدمها أطفال مدارس الأحد. تلا الأمسية التي حضرها جمع كبير من أبناء الرعية تناولوا صحن البربارة في قاعة الكنيسة. أنت بتواضعك منك تدنينا يا أيها الإله الذي لا يدنى من سماء، اتخذت طبع البشرية ولن تشارك في الخطية، وبالحب لفتنا إلى الأخ نعطي مما يغني. شو بقدر أقدم لك تتدفى بهالعيد؟ راح أقدم لك قلبي وكل ليال العيد، بطلب منك يا يسوع طعم الجوعان، بطلب منك يا يسوع
تسأل عطشان، بطلب منك يا يسوع دف البردان، بطلب منك يا يسوع تحمل إنسان. يا هالطفل النايم بمذود صغير، تلج وطقس غايم، بردان وفقير، شو بقدر أقدم لك تتدفى بهالعيد؟ راح أقدم لك قلبي وكل ليالي العيد. العذراء مريم عليك حملتي يسوع، حبك بالأرض مخيم يتدفى مثل الينبوع. يا أمي يا أمي العذراء مريم، يا أمي العذراء مريم عليك حملتي يسوع، حبك بالأرض مخيم يتدفى مثل الينبوع. يا أمي يا أمي العذراء مريم، لما وقف الملاك يبشر بمجيء المولود، رافع عنا كل هلاك وبحبه يحيي الوجود. لما وقف الملاك يبشر بمجيء المولود، رافع عنا كل هلاك وبحبه يحيي الوجود. مشيت تسمع الكلام ما قلتيها بالسلام، ما بنتي يكون الختام إلا تحقيق الوعود. يا أمي يا أمي العذراء مريم. بمناسبة بدء زمن المجيد وتحضيراً لاستقبال طفل المغارة وتحت عنوان لا تخافوا فها أنا أبشركم بفرح عظيم، أقام مكتب التعليم المسيحي في الأردن رياضة زمن المجيء الخاصة بمربي التعليم المسيحي في مدارس الأمانة العامة وبعض المدارس الخاصة في المركز اليسوعي جبل الحسين. أشرف على اللقاء قدس الأب مجدي نظم اليسوعي وعاونه الأستاذ رائد خوري، حيث قدم الأب مجدي عدة مواضيع وتأملات وتوبة واعترافات انتهت بقداس إلهي. وفي ختام الرياضة سلم سيادة المطران جمال خضر الهدايا للمربيات بمناسبة الأعياد المجيدة. تعيش كنيسة المهد في بيت لحم هذه الأيام وضعا مختلفا عن كل كنائس العالم، حيث ساد أجواءها صمت حزين على خلاف الأعوام السابقة بعد أن غاب عنها أحبتها المؤمنون الذين اعتادوا أن يحيون الأجواء الميلادية في أروقتها وساحاتها، ونفس المشاعر يتألم لها الآباء الكهنة الذين عبر بعضهم في لقاء مع نورسات عن مأساة الميلاد هذا العام في ظل الأجواء الحزينة التي تعيشها الأرض المقدسة وغزة. نورسات واكبت هذه الظروف في التقرير التالي. لم نعتد ساحة وأروقة كنيسة المهدي على هذا الصمت في مثل هذا الوقت من العام. هنا كانت مئات آلاف الحجاج يسهرون سنوياً مع الرعاة في انتظار نجمة الميلاد. غاب الجميع وبقيت مغارة الميلاد فارغة تنتظر ولادة رسالة المحبة والسلام التي ستنتصر حتماً على كل أصوات الحقد والكراهية. من هذا المكان المقدس مغارة الميلاد التقينا بالأب عيسى ثلجية كاهن رعية الروم الأرثوذكس بيت لحم، الذي تحدث عن أهم بقعة في العالم مغارة الميلاد، وشرح عن النجمة والمذود وميلاد الطفل يسوع له المجد. إحنا موجودين في كنيسة المهد، مكان ميلاد السيد المسيح له المجد، في هذه البقعة. وطبعاً هاي المغارة هي ميلاد السيد المسيح، فيها أعطى السلام والمحبة لكل العالم، وانتشرت هذه الرسالة من هاي المكان بالذات. إحنا شعب بحاجة إلى الحرية، شعب بحاجة إلى الأمن والأمان، وخاصة إنه رسالة المسيح انطلقت من مدينة بيت لحم، من مغارة السيد المسيح له المجد. طبعا في ظل الظروف الصعبة اللي بنعيشها في فلسطين، رسالتنا إنه اليوم نجتمع مع بعض للصلاة من أجل السلام العالمي، كمان نجتمع مع بعضنا لحتى ترجع المحبة للبيوت، نرجع
يمكن أنه تكون الروح ونتذكر صاحب العيد مش فقط العيد في بهجة العيد والزينة والممكن الشجر والموسيقى والاحتفالات الخارجية. نتذكر فعلا هذه يمكن فترة لحتى نرجع نتذكر صاحب العيد لحتى نكون مع بعض بالصلاة. طبعا المغارة مش فقط للأرثوذكس ولكن للكنائس الأخرى اللاتين والأرمن بتشاركوا في الصلوات والقداديس اللي بيقيمها كل يوم في هاي المغارة. طبعا الصلوات هي كل يوم يوميا بدون انقطاع. كمان كل واحد يعني له وقت محدد، بروتوكول محدد للصلوات والاحتفالات التي تقام في هذه المغارة بالذات. طبعا القناديل الموجودة كمان قناديل مشتركة، في قناديل للأرمن لللاتين وللروم الأرثوذكس، وكمان في الأيقونات اللي بنشوفها على الجدران هي كمان أيقونات تابعة لكل الكنائس اللي موجودين. ف المشاركة حلوة، روح المحبة موجودة، لأنه الكنيسة هي فعلا كنيسة الميلاد، أساسها هي المحبة والسلام. كما التقينا بالأب سهيل فخوري راعي كنيسة سيدة الرعاة للروم الكاثوليك في مدينة بيت ساحور، وتحدث عن ولادة الطفل يسوع في هذا المكان الفقير والبعيدة عن كل المظاهر. وقت ما انولد يسوع المسيح كان أجواء زي الأجواء هاي، ما كان في فرح وهاد. أوكي إجا ملك الفرح بس كان في كل شيء مبهم. كان مثلا خلينا نحكي القديسة مريم والقديس يوسف، مش مريم حامل فيش محل تولد فيه، فكان حالة حزن. خلينا نحكي المجوس اللي شافوا نجم وإجوا تبعوا النجم برضو كانوا جرحين على مجهول. الرعاة بصدر لهم الملاك وبشرهم ميلاد المسيح، طلعين هون برضو على مجهول. حتى الأشخاص اللي كانوا ضد المسيح زي نحكي هيرودس، مع أنه ضد المسيح بس برضو وقت ولادة المسيح عاش باضطراب، بس إحنا كنا أمل وكنا ثقة. كيف أمنا مريم العذراء كانت تحفظ كل هذه الأمور بقلبها وماشية، نحن نفس الشيء بالوضع الصعب اللي عايشينه نكون واثقين بكلمة ربنا أنا معكم إلى منتهى الدهر. من المهد المسيح من مكان ميلاد ملك السلام نطلب منه أنه بالفعل يرجع يعم السلام بالعالم أجمع، لأنه عن جد العالم كلها البشرية كلها عم بتئن من وجع هاي الحروب. ببعث رسالة سلام ومحبة وفرح لجميع العالم، بالأخص للأراضي المقدسة، حتى ربنا ملك السلام يمنح السلام للبلاد هون ويعطي السلام لجميع العائلات، لجميع البيوت، لجميع الأشخاص اللي بيحتاجوا للسلام الروحي والسلام الوطني والبلد. الله يا من تجسدت لأجلنا المجد لك. كما كان لنا أيضا لقاء مع الأب طلال ثعلب الراهب المخلصي من دير المخلص لبنان، ليحدثنا عن أهمية الصلاة وميلاد الطفل يسوع الذي هو السلام الحقيقي، ونحن بأمس الحاجة لهذا السلام في ظل الأوضاع الراهنة وكيفية العيش بسلام المسيح. بهذه الأجواء اللي عم نعيشها هلأ أنا بصلي من كنيسة المهد من بيت لحم لطفل المغارة اللي ولد واللي بده يولد بيناتنا دايما إن شاء الله. بصلي إنه يكون ميلاد هيدي السنة ميلاد سلام حقيقي وسط كل الحرب اللي عم نعيشها والاضطرابات اللي عم نعيشها. بصلي لطفل المغارة يولد بكل مكان، بقلوبنا أولا، ببيت لحم، بالقدس، بسوريا، بلبنان، بالشرق، يولد على كل جدار ليحوله لجسر، جسر عبور، من ظلام نعيشه لنور، من تعب لفرح، من حزن لسعادة. سعادة الميلاد، فرح الميلاد، سلام الميلاد اللي إجا يسوع المسيح يبشرنا فيه، سلام ربنا اللي بيعطينا إياه دايما نبقى نعيشه ونبقى حاملينه لكل مكان انطلاقا من هذه الأرض المقدسة إلى كل أصقاع الأرض. العالم بأسره يحتفل بولادة الطفل يسوع له المجد، إلا في مدينة المهد حيث ولد لا احتفالات ولا مناسبات ولا مظاهر، فالعيد سيقتصر على الصلوات فقط. لكن الطفل ولد في بيت لحم وكبر وترعرع
وانتصر على الموت وصعد، وحتما سينتصر الحق على الباطل مهما طال الزمن. فيا مشتهى الشعوب، يا ذا المسيح المنتظر، هيا من الذنوب خلص بني البشر. لنرسات مارلين الحدوة من مغارة الميلاد بيت لحم. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمان حلقة متميزة بعنوان المغفرة والمصالحة في زمن الميلاد، وقد استضاف البرنامج الأب بشير بدر، حيث أكدت محاور الحلقة أن ولادة المسيح هي مغفرة إلهية تسبق المصالحة وتمهد لها الطريقة، وأن فرصة زمن الميلاد تصنع سلاما يفوق العقل، إضافة إلى موضوعات أخرى طالها النقاش. فإلى هناك. وما أجمل الميلاد عندما نتكلم عن هذا اليوم، عن موضوع المغفرة والمسامحة والمصالحة، وكيف نعيش الميلاد في ضمن هذه الأجواء اللي لازم إحنا نحس في هذا الميلاد، خاصة كمان الأجواء السائدة، أجواء تسودها الحزن، وأحيانا تسودها تساؤلاتنا في معنى حياتنا على هذه البسيطة، على هذه الأرض. أحيانا نتساءل لماذا نحن هنا، لماذا نعيش في هذه الدنيا، لماذا خلقنا الله، لماذا تعيش الأرض في مأساة، في ألم، في حروب، في دمار، في موت، في قتل، في كراهية، في غضب، أجواء مشحونة. لكن الميلاد في هذا الزمن أعطانا فرصة لنجلس مع أنفسنا ونعيد تقييم حياتنا، ونعيد أيضا أولويات حياتنا، نعيد جذورنا اللي من ربنا، هذه البذار اللي زرعها ربنا على هذه الأرض كأنفس طاهرة لترجع إليه في النهاية. كيف ترى موضوع المغفرة والمسامحة، وهل الأسلوب اللي كيف تتعاطى فيه أنت مع الأشخاص اللي بقعدوا يتشكونوا كمان أنه أسامح وأغفر له، كيف بدي أسامح، كم من مرة أسامح، وهل الإساءة هذه فيها مسامحة؟ فأبونا أنت هيك تبلش، بس في البداية أنت ذكرت بالصلاة السعية، فممكن بس تحكي للمشاهدين اللي بيحضرونا شو هي التساعية، لأنه أنت عارف بيحضرونا ناس يعني من كل الكنائس، نعم، من كل العائلات الكنسية، فتحكي لنا شو هي التساعية. التساعية هي قبل العيد، قبل ليلة العيد 24، هنالك 9 أيام من 15 الشهر 15-12 تبدأ الكنيسة صلوات خاصة، فيها يرتفع التون، يرتفع الصوت، وترتفع أيضا درجة الحرارة، الانتظار والشوق. لماذا؟ إن الرب قريب. نعم. فتبدأ الكنيسة تنشد هذا الفرح ولو من بعيد إلى ليلة الميلاد، وفيه تعيد الكنيسة التأمل بكل انتظارات الشعب في العهد القديم لمجيء المخلص، وتعبر عن مجيء المسيح، ليس فقط تطلب أن يأتي في نهاية الزمان، ولكن الآتي إلينا الآن. نعم. هذا هي التساعية، صلواتها جميلة، تثير في النفوس كثير من الحنين والشوق إلى أيام كان لسه العيد أبسط. والحياة، نعم، أقل تعقيد. علينا أن نتخطى حاجز الفرح المادي، وحاجز الفرح المؤقت، وحاجز الفرح الخارجي، نعم، إلى حاجز، إلى مساحة من الفرح الدائم، مساحة من الفرح الأبدي والإلهي. نعم. بهذا هو الميلاد، هو يعني هذا لا يجب أن يلغي الأهم، وهو، نعم، ذلك الفرح الداخلي الباطني، الفرح الروحي، الفرح الدائم الإلهي. نعم. نعم. وهذا نناله يعني بروح الميلاد اللي بنتكلم عنها اليوم، ولو زاوية منها، هي المحبة التي تظهر حقيقتها بالمغفرة والمصالحة. نعم. هذا أبونا صلب، وبصميم حلقتنا اليوم عن كيف نستطيع أن ندخل الميلاد بالثوب الأبيض الناصع،
بهالسلام الداخلي، بأنني لا شيء يشوب حياتي وروحي من إساءة للآخر، أو في حدا زعلان مني، أو أنا زعلانة من حدا، أو أنا مش متصالحة مع نفسي من خلال عدم مصالحتي مع الآخرين. فكيف ندخل في هذا في الميلاد بالثوب الجميل الأبيض الناصع روحيا؟ يعني رحتي مباشرة إلى عمق سر الميلاد، هو الأستاذ نعم نعم. الموضوع حقيقة ما بنقدر نخرج من إنسانيتنا. أوكي. والله الذي جاء إلينا ولبس بشريتنا، نعم. أخذ إنسانيتنا، نعم. فهو أخذها بكل محدوديتها، ومن محدوديتها هذه عدم المغفرة، عدم المغفرة، سامح. الخطأ الذي هو لم يخطئ. أوكي. هو جاء أخذها ليرفعها، لذلك المسيح صار شبيها بنا في كل شيء ما عدا الخطيئة، نعم. يقول بولس الرسول واللاهوت المسيح. لماذا؟ لأنه يريد أن يعيدها إلى ما خلقت عليه. ولكن يجب أن نقر أن بشريتنا مجروحة بالخطيئة، بشريتنا ضعيفة، وبشريتنا تقودنا إلى مواقف نكون فيها في حال الخطيئة، نعم. ومن هذه الخطايا كما يقال إنه الخطأ أو الخطيئة عمل إنساني، ولكن المغفرة هي روح إلهية فينا. أجد نفسي إنه صعب علي أغفر، ليش أنا مش قادر أغفر يعني؟ فلقيت إنه في بعض الأمور يعني حتى الإنسان العادي ما بعرف يتجاوزها، يعني هو كطبيعة بشرية، صح. زي ما أنت تفضلت، مثل مثلا صعوبة الخطيئة، يعني إنه الأخيل أخطأ إلي مثلا، الشعور بالظلم، واحد مسجون مظلوم وانحكم عليه 10 سنين، انحرم بيته وأهله ويعيش مع أولاده وكذا، وهو شاعر بالظلم مطلوب إنه يغفر. فهي صعوبة الخطيئة أحيانا بتمنع الإنسان إنه يقدر يحس شو معنات مغفرة أو اغفر لهم يا رب، أو اغفر لأخي الإنسان اللي ظلمني. يعني مثلا التوقعات، انت بتتوقع من الشخص اللي مثلا اخطا لك انه عارف انه هو اخطا، بتتوقع انه اخيك اخطا بحقك، وانت بتتوقع انه اخيك بعرف انه هو اخطا بحقك، لا، بكل مثلا صراحه بقول لك انا ما غلطتش ما غلطتش بحقك. فكيف بدك تغفر لانسان مش عارف انه هو اخطا اليك؟ الصعوبة الثالثة اللي هي إنه تكرار الخطأ، وهون منيجي على العائلة. تكرار الخطأ أبونا، مثل الأم الزوجة مثلا، وأنت أكيد صادفك كثير من الحالات، مثلا زوجة بتقول جوزي بيخوني، أول مرة سمحته، ثاني مرة سمحته، ثالث مرة سمحته، ورابع مرة وعاشر مرة عم بسامحه، بس عم بتكرر الغلط، كيف بدي أسامحه؟ مع إنه الكنيسة من أول مرة أثبتت عليه الخيانة بتعطيه كتاب طلاق. هي بتقول لك أنا ما بدي أطلقه، لا، بدي إياه يتوب، بدي إياه يحفظ نفسه، ما بدي إياه يروح جهنم، بدي إياه يتوب. فتكرار الخطأ برضو بيكون الإنسان يعني صعب كتير إنه يسامح. النتائج اللي بتترتب على الخطيئة مثلا، يعني كتير ناس بتقول لك إنه أخطأ إلي مثلا، اعتدى علي قطع لي ايدي، اعتدى علي خلع لي عيني، اعتدى علي بحادث سير مثلا، عمل لي عاهة مستديمة. فكيف الانسان بيقدر انه يغفر وهذا الشخص سبب له عاهة مستديمة، اللي هي مثلا بطل بلا ايد، بطل يشوف بعينه؟ فيعني هاي بعض الامور ابونا على موضوع المغفرة. كلنا متفقون على أن المغفرة شأن أكبر من الطبيعة البشرية بمحدوديتها، نعم. وصعوبات المغفرة قد تكون يعني شخصية، نعم. وقد تكون موضوعية، نعم. شخصية أنه أنا مشاعري وعواطفي وكرامتي مش سامحيت لي، والمسامحة لا يمكن تكون مخاجلة، أوكي؟ نعم. لأنه رح أحكي متى نقدر نسامح بالآخر. الآن
صعوبات المغفرة أنواع الخطية. نعم نالك يعني واحد مش دعس على رجلك وماشي يعني بسيطة هي سري عندما يؤذيك داخليا، والنوع الخطأ يتحدد أيضا وقيمته بالشخص اللي أساء إليه. مشان هيك بموضوع العائلة المسامحة داخل الأسرة أصعب جدا من المسامحة للغريب اللي ما بعرفه. صح. وهذا اللي بشعره أنا بعملنا، إحنا مش بس بنحضر الخطاب للزواج، نحن نتابع بعد الزواج العائلات اللي بتمر في أزمات، وهذا يعني الشغل الأكبر اللي عملنا منتابعه في مركز العائلة. ونشعر هنا بأمر، نعم، مصداقية المحبة الزوجية لا يمكن أن تستمر أو أن تظهر إلا في هذين الأمرين: القدرة على المغفرة، وهي بالنسبة لي أسهل من الثانية، القدرة على الاعتذار وطلب المسامحة. أوكي. قد أغفر لمليون سبب، بدي أمشي الحياة أو بدافع إيماني مسيحي أو محبة نحو الطرف الآخر، فبصير ذنب خفيف. ولكن أن أقر أنني أخطأت، وهنا في كثير من الحالات يعني تنتهي المسيرة لعدم الإقرار أنه ما حصل هو خطأ وهو جرح الآخر. وبالتالي القدرة أن نقول مثل ما بنحكي في بداية القداس: خطيئتي عظيمة، أنا أخطأت. مش الجميع قادر يقر بهذا الأمر. هنالك من يقر أنه أخطأ بس بيقول ما بقدرش أعمل أكثر من هيك. هنا نبقى على المستوى البشري. بدنا نعرف إنه بالمسيحية ما يميز المسيحية ليس جمال الكنائس، وليس كلام يسوع، وليس الترانيم الحلوة والأعياد والزينة. ما يميز المسيح والمسيحية والمسيح هو المثال الذي أعطاه الرب في القدرة على المغفرة. وبالتالي دعوته لنا هي 100% مش سهلة. لم يدعو يسوع المسيحيين إلى أي أمر سهل، هو دعانا إلى السمو، إلى الارتقاء، إلى الارتفاع عن مشاعرنا البشرية. وهنا الأمر إنه أنا أغفر ليس منوط بالمشاعر. في هذا الزمان المبارك بعد أن زينا الشجرة بكل الأضواء الجميلة، هل حقا أعددنا مغارة الميلاد في قلوبنا زي ما تفضلت الدكتورة باسمة؟ يعني مش فاضيين، يعني لا، كل شيء جهزناه ما عدا أن نجهز حالنا للحدث الأعظم. هل أعددناها بما يليق بهذا الحدث الذي وحد السماء مع الأرض بصوت الله: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت فله اسمعوا. هل زرعنا بذار القمح لينمو في مغارتنا وتعهدناه بالمحبة والرحمة والمسامحة وأهمها المغفرة؟ دستور حياتنا أبونا في الصلاة الربية يتجسد في قول الرب يسوع: اغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر. يعني العملية مشروطة، يعني حتى إنه ربنا يسامحنا لازم إحنا نسامح القريب. فأتمنى يعني خاصة أنت معني ببرامج الأسرة، إنه الهدية اللي بنقدمها لأي اثنين متزوجين إنه فلسفة الحياة بالصلاة الربية. يعني إذا تفهمنا هذه الرسالة بعتقد إنه نتوصل إلى المغفرة والمسامحة والمحبة بقلوب يعني ترفض إنه نلطخها بسواد خطيئة. فبتمنى أنه يعني هذه أهم هدية بتقدموها للإنسان، أنه يفهم مغزى أبانا الذي في السماوات: اغفر لنا كما نحن نغفر. غير هيك العملية مشروطة لن تجوز. يعني كيف أنا بدي ربنا يسامحني وأنا مش مسامح القريب اللي حوالي؟ فبتمنى أن نركز عليها كمفهوم أجمل ما تعلمنا من الصلاة الربية. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها.
البابا فرانسيس لنفكر في عيد الميلاد لهذا العام في الأرض المقدسة. أطارقة ورؤساء الكنائس يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة. بطريركية الرومي بالقدس تدين استهداف الاحتلال للكنائس والمؤسسات الدينية في غزة. لجنة الكنائس في العالم تدعو لوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق العدالة. جمعية الشبان المسيحية في غزة تتعرض لقصف إسرائيلي وسقوط شهداء. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني newsatjo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.